أهلا وسهلا أصدقائي المتابعين، هذه حلقة خاصة جدا في حية يجمع ما بينهما الحب. فالتناقض سمة هذه العلاقة، دور ومنازل معدة للدعارة، وملاهي وما يعني أماكن للدعارة لتمكين جنودها من وهو الذي أرسى مراسيم البروتوكول المخزني لما نراه اليوم. إنه تجسيد كامل شخصية اليوم، شخصية اليوم المناضل التقدمي جبيه رحال، من وجوه الحركة العمالية المغربية ومن الوجوه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. دائما وأبدا كان الجنود محرقة الحروب، لا يستطيع أحد أن يسلبك من حس المواطنة، وهي ليست حكرا لا على الأغنياء ولا على الفقراء، معناه أن تكون لك حقوق وواجبات وأن يكون لك موطن وكرامة. فالمواطنة أكثر من مجرد العيش في مكان ما دون كرامة. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات في هذا الخط التحريري. هناك شخصيات في تاريخ المغرب المعاصر، كل الشكر لدعمكم وتفاعلكم وكذلك تعليقاتكم وتوضيحاتكم وكذلك الكثير من التنبيهات. وإلى لقاءة متجددة بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.